السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم أبو زيد. إن شاء الله هتكلم في موضوع مهم. طبعا كلنا إن شاء الله داخلين على فصل الصيف، وطبعا داخلين على شهر كريم، شهر عظيم، وهو شهر رمضان المعظم. كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله هتكلم عن مجموعة فيتامينات مهمة جدا لتجديد الطاقة والحيوية ورفع الأداء البدني للجسم. طبعا احنا هنحتاج الفيتامين ده يا جماعة في شهر رمضان وفصل الصيف عموما، والفيتامين ده مهم جدا، وهتكلم عن استخداماته والجرعة المناسبة للكبار، وهتكلم برضو عن المواد الموجودة فيه. طبعا ده مش فيتامين واحد، ده مجموعة فيتامينات متمثلة في فيتامين، وهو رويال في جي. رويال في جي يا جماعة ايه هو؟ هو مكمل غذائي لتقوية الذاكرة والمناعة والإرهاق، وطبعا بيفيد في حالات العناية بالشعر والبشرة والأظافر. وفيتامين رويال في جي بيعيد بناء خلايا المخ وتقويتها، ومفيد جدا في رفع الكفاءة البدنية والعقلية، ويزيد من مقاومة الجسم للإجهاد. طيب خلونا نتكلم عن الشكل الدوائي أو ايه مكونات رويال في جي. رويال في جي فيه جينسينج، وفي غذاء ملكات نحل، في حاجة اسمها ثاني ميثيل امينو، وفي حبوب اللقاح، وفي فيتامين الف، وفي كالسيوم، وفي فوسفور ونحاس وبوتاسيوم ومنجنيز وزنك بيوتين، وفي صويا، في حديد، وفي فيتامين ب واحد، وفيتامين ب 2 و6، وب 12، فيتامين د، وفيتامين ه، وفي حمض الفوليك. طيب هتكلم عن دواعي استعماله، يعني بيستخدم في ايه. رويال في جي بيستخدم في انخفاض الكفاءة الجسدية والعقلية، مثل التعب والإرهاق والاكتئاب وفقدان الذاكرة وعدم القدرة على التركيز وفقدان النوم، وبيفيد في حالات الشيخوخة. طيب بيستخدم برضو في الحالات الجسدية والعقلية، مثل فقدان التركيز وانخفاض الأداء بطريقة سريعة والتعب السريع. طبعا بيفيد للسيدات في أعراض سن اليأس وحالات الضعف المناعي وضعف وضمور الجلد والأظافر والشعر، ومساعد في حالة فرط الدم في الكوليسترول في الدم. طبعا بيستخدم في حالات هشاشة العظام، ومكمل غذائي طبعا مصاحب لعلاجات التخسيس والنقاهة المتأخرة. طيب هتكلم عن ان رويال في جي مناسب جدا يا جماعة لمرضى السكر، ومفيد جدا في حالات مرضى السكري، وان الجرعة المستخدمة لكبار عموما او البالغين بتبقى كبسولة واحدة يومية، وطبعا ده ما بيستخدمش للأطفال. طيب هتكلم برضو هل هو مناسب على الحامل والمرضع. طبعا هو مش مناسب على الحامل والمرضع. طيب هتكلم برضو عن الجينسينج اللي فيه الرويال في جي ده بيستخدم لإيه. الجينسنج يا جماعة بيستخدم لأن هو تأثيره كبير ومنشط
لرفع الكفاءة البدنية والعقلية، وطبعا ده مفيد لمنع ترسب الكوليسترول في الأوعية الدموية. وفي يحتوي على غذاء ملكات النحل، ده بيعيد الحيوية ويقاوم الأمراض وخاصة الشيخوخة. طبعا المادة ثاني ميثيل أمين دي لها تأثير إيجابي في وظائف المخ والمزاج ورفع الكفاءة العقلية. طيب في طبعا بيحتوي على حبوب اللقاح، ده بيستخدم لبناء القوة واستعادة الطاقة ومواجهة التعب وفقدان الشهية والتوتر العقلي. وطبعا بيحتوي على معادن كتير وعناصر مهمة جدا للتغلب على التوتر الجسدي والعقلي. أشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم.